فن، اعتقد ان هو فن مهم جدا وفن حلو جدا. اللي يعرفوه عن قرب بيبقوا عاشقين للمكات. المكات من الحاجات اللي طبعا اللي درسوا مثلا هندسه او فنون جميله او ما شابه لهم تعلق كبير جدا جدا بيه، لكن الناس اللي بتتفرج كمان عليه بيحصل فيه تواصل، ان انت بتشوف التفاصيل بتاعت الحاجه، ازاي ان الواحد ممكن بينقل لك الطبيعه بشكل دقيق جدا جدا جدا، بتبقى قدامك حتى لو ما رحتش المكان. معانا دلوقتي مجموعه شباب عاملين مجموعه مكتات او مكات يعني فعلا روعه في الجمال، لمجموعه مآذن في مصر هامة، مسجد عمرو بن العاص، ابن أحمد بن طولون، مساجد الرفاعي، الأزهر، باب زويلة، نور، مجموعة الحقيقة من المآذن الجميلة هنقدم لحضراتكم وهنوري لكم الشغل إيدهم عامل إزاي، وهو ده كمان سنة أولى عمارة، يعني دول لسه في بداية الطريق. خليني أول أرحب بالمهندس محمد عبد الباري المشرف على مشروع مآذن المحروسة، ودكتورة منال يحيى رئيسة القسم أو قسم العمارة بكلية الهندسة، أهلا بحضراتكم. وطبعا ارحب بقى بالطالب والطالبه اللي عاملين الشغل الممتاز ده، عبد الرحمن حسام طالب بكليه هندسه، وفاطمه محمد طالبه بكليه الهندسه، اهلا بيكم وصباح الخير وشكرا على تشريفكم لينا، والشغل زي الفل. مآذن شكلها جميل جدا وشغل محترفين الحقيقه مش طلبه. اسمح لي ابتدي بيك يا باشمهندس محمد، ويعني نفترض انه في حد بيتفرج محتاج نقول له ايه هو فن المكات قبل ما نتكلم بالتفصيل عن مشروع المآذن يعني. تمام. المكتات هي تصغير للواقع، ممكن يكون الواقع ده مبنى موجود بالفعل، وممكن يكون مبنى لسه تحت الانشاء او هو في مرحله التصميم، علشان الناس تعرف هو هيكون شكله ايه، ولو حاجه معموله حاجه واقعيه موجوده في الوقت الحالي، ممكن انا ما كنتش قادر ازور المكان او انا عايز ادرسه، فهو اغراضه كتير جدا، من ضمنها الدراسه، من ضمنها الديكور، من ضمنها انه يبقى شو، من ضمنها التوثيق، حاجات كتير. احنا طبعا شايفين نماذج لمآذن الطلبه الجمال، ده ضمن مشروع، ده مش مشروع تخرج، انتوا في سنه اولى لسه. لا كده مشروع سنه اولى. طب خلينا نبتدي الاول، مين عامل المشروع ايه من هنا؟ المشروع بتاع مأذنة قاني باي. قولهم لنا بالترتيب بقى برضه يعني. طيب دي قاني باي، مسجد الازهر اللي جنبه مسجد الازهر. أيوة. واخر حاجه احمد بن طولون. بالظبط، احمد بن طولون ده كنت عامله مشروع بيه فعارفه كويس. انا في حاجه عايز اوضحها مهمه جدا. ها. احنا الدفعه ودول ممثلين للدفعه. بالتاكيد طبعا بالتاكيد، لكن انا قصدي ما فيش حد فيهم عامل مأذنة من دول، ده اللي كان سؤالي. عبد الرحمن عامل اول واحده قاني باي، وفاطمه عامله جامع الرفاعي. عامله جامع الرفاعي. طيب خلينا نشرح بقى للناس، خليني ابتدي معاك يا عبد الرحمن. المكان ده خشب ولا ورق؟ لا خشب. خشب. أوه. طيب خطوات ان انت بتعمله ايه؟ اول حاجه ان انا بنزل المكان نفسه، اقيس او اوصل للمقاس اللي انا عايزه، اللي هو الحقيقي الطبيعي، عشان بعد كده ان انا اعمل حاجه اسمها افراد، واشتغل بسكيل معين، ان انا مش عارف طبعا اعملها الطبيعي المقاس الطبيعي كله، فلازم اعملها الشكل ده كده. ببص على النسب اللي موجوده في ده. سكيل كام لكام تقريبا؟ ده 1:50. 1:50. انت بترفع المقاسات على ارض الواقع؟ يا اما لو ما وصلتش للمقاس نفسه بحاول انسبها، اشوف بالزبط. حاجه موجوده مثلا سلم، اشوفه موجود على الطبيعه، وبعد كده ببدا. ياخد منك وقت قد ايه عشان تعمل مكات زي ده؟ هو خد الترم كله معانا. طبعا احنا بنعمل جزء جزء وبعدين نرجع للدكتوره والباشمهندس، وبعد كده هو يعدل لو في حاجه غلط، في مقاس غلط، بنبدا واحده واحده نطلع الشكل المطلوب. اشمعنى فكره المآذن تحديدا بقى؟ مين صاحب الفكره؟ انا كنت باشمهندس. حضرتك اشمعنى الفكره دي بقى؟ هي المادة بتاعتنا مادة مكتات. أنا بعلمهم إزاي يعملوا مكت. فأنا في الأول بستلم طلبة مش مصدقين إن هم يعرفوا يعملوا حاجة. تمام. بيخلصوا عاملين حاجة مبهرة جدا، فأنا اختياري ليها علشان هي مبهرة جدا، وإحنا مرتبطين بيها عاطفيا. هي حاجات أثرية، شكلها حلو، تصميمها حلو، فيها تفاصيل كتير هيتعلموها. لسه هقول لك صعب يعني، أنا حاساها صعبة يعني. بالزبط. فيها تفاصيل، فيها أماكن يعني محتاجة تدقيق وتركيز يعني. بالزبط. فانت صعبتها عليهم قوي. بالظبط، ما ده كنا بنواجهه طول الترم وبنلاقي مشاكل. وطبعا قبل ده ما يتعمل كان في تدريب. أيوه. بياخد شكل صغير سهل، شكل اصعب، اخر شكل عملوه كان قريب للمآذن، بحيث ان هو يبقى دخل عرف جزء من الفكره.
طيب دكتورة منال، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، يعني ما احنا بنتكلم ده مستوى ما شاء الله طلبة في سنة أولى، يعني فاللي مش عارف أكيد هياخد باله إن ده مستوى ما شاء الله يعني مرتفع. بنتكلم فأكيد بيبقى فيه خطة عند حضرتك إن احنا بنحطها علشان الطالب ده يوصل لحاجة معينة، إيه أهم النقاط اللي ممكن نتوقف عندها في الخطة دي، الخطة التعليمية؟ احنا في الاول بدأنا الشغل بتاعنا لما كان محمد كان طالب في سنة اولى عمارة، وانا كنت بدرسه مادة تاريخ العمارة، فهم كانوا فاهمين مادة تاريخ العمارة دي مادة نظري ومادة مش مهمة في البداية، يعني يا دكتور ما بنحبش نحفظ. حولنا المادة دي لمجموعة من السكيلز، لا احنا جوه مادة النظري دي هنطلع هنستوعبها وهنفهمها وهنبنيها بايدينا لغايه لما نوصل ان احنا نستوعبها عن طريق بنائها. فاول ما بدانا في اولى عماره كنا بنديهم عماره فرعونيه، فالدفعه بتاعتهم عملوا الاهرامات. فانا كلفتهم يعني من خلال تاريخ العماره بداتوا تعملوا كمان مكت؟ عملوا يعني انا كلفت بكل مجموعه قسمتهم لجروب. معلش عذرا لمقاطعه حضرتك، بس الصور اللي بنعرضها بالذات صور المآذن وهي منوره، يعني هي معانا في الاستوديو منوره طبعا بس عشان الاضاءه شديده فمش باينه قوي، لكن انتوا عاملين في الصور الصوره دي، دي صوره رائعه الجمال يعني. اما اقول لحضرتك احنا وصلنا لها ازاي، يعني او ايه الفكره او اجابه السؤال من وراها. الولاد تحمسوا جدا وبداوا، لقيت محمد عامل الهرم بيفتح وبيقفل، فاجئني هو كان في اولى عماره لقيته حط فيها ميكانيزم بحيث الهرم هرمي، وبعدين لقيته داس على زرار راح فاتح، شفنا الهرم من جوه. عملوا بكل التفاصيل، هو لسه اولى عماره. جه السنه اللي بعدها في ثانيه عماره اديت لهم كان عماره العصور الوسطى، فديناهم كنايس، كان معظمها كان كنايس طبعا، فلقيته جاي وجايب الموتور بتاع اللي بيتعرض بيه الكريستال بتاع المحلات وركبه في الكنيسه من تحت وفتحها جزء منها بحيث تلف. لقيت البرودكت في الاخر نتيجه تاريخ العماره في الاخر لما اشتغلوا بايديهم طلعوا شغل حلو قوي. طلع جروب كملوا مع بعض لغايه بكريوس، كل سنه ياخدوا تاريخ عماره يعملوا له الماكيتات. مع الوقت لقيتهم هم كدفعه خرجوا متميزين في كل حاجه، متميزين في ديزاين، متميزين في كل مقررات العماره. فقدرتهم على التخيل وقدرتهم ودقتهم في الشغل، احساسهم بالماتيريال فرق معاهم قوي. طب هو احنا عشان غايبين عن التعليم ولا ده بس صحيح المعلومه دي؟ انا اول مره اسمع ان تاريخ العماره بيتعمل فيها مكات، دي كانت تجربه رائده ولا ده بيتطبق في العديد من الجامعات؟ هو انا الدكتوراه بتاعتي في تطوير برامج التعليم المعماري، فبطور طريقه التعليم، فقلت طبعا لا احنا هنخليها. احنا كلنا كنا بنحفظ بنصم تاريخ العماره طبعا. انا قلت لهم انا ما بعرفش احفظ فاحنا مش هنحفظ حقيقي، لكن احنا هنرسم وهنعمل مكتات وهنعمل ريسيرشز، وهم اللي كانوا بيقدموا، هم اللي كانوا بيعملوا محاضراتهم بنفسهم. ده اللي يفرق الحقيقه، يعني دكتور او مدرس عنده شغف باللي بيقدمه عن حد تاني واخدها كمهنه. طب فاطمه اروح لك بقى وقولي لي، قسمتوا ازاي نفسكم مجموعات، كام طالب انتوا اصلا في الفريق احنا بتاعكم؟ كنا سته بس كان كلنا بنشتغل في كل حاجه مع بعض، يعني مفيش حد بيعمل كل حاجه لوحده وكده. كانت الجامعه كمان موفره لنا المعامل بتاعه الليزر والنجاره وكده، كنا بعد ما بنرسم وكده بننزل عشان نقطع في الجامعه. طب انت اختيارك للماده دايما الماده قريبه جدا من ايد المعماري، يعني بتتكلمي في الورق او في الخشب، ما اعرفش يعني يمكن برضه عشان قديمه شويه فالورق كان اقرب او بحس بيه اكتر. هل انت اللي اخترتي الماده اللي هتشتغلي بيها ولا كان في فرد او ان انت لازم هتشتغلي خشب او المشروع كان بيتطلب ان الدكتور كان سايب لنا براحتنا ان احنا نختار الحاجه اللي احنا عايزين نشتغل بيها؟ طب ليه اشتغلتي خشب؟ حسيت ان هي حاجه فخمه اكتر يعني، واحنا كنا مبسوطين ان احنا هنجرب ان احنا نشتغل بخشب، كنا طول الترم بنشتغل بنصبيان فقلنا نجرب حاجه جديده برضه. طب حضرتك يا باشمهندس قلت ان هم اتدربوا على ماكيتات قبل المشروع ده، ايه المواد اللي استخدموها غير الخشب وتدربوا عليها؟ علشان يتدربوا قدامي في الكليه لازم يقطع بايده ويجمع قدامي والغلطه اشوفها وتتعدل واحنا قاعدين في الكليه. فاسهل حاجه الناصبيان اللي هو الكرتون اللي احنا شايفين شغل حضرتك كمان على الشاشه. ايه العظمه دي؟ يعني حاجه عظيمه. انا بعرف اعمل مكتات من وانا في الكليه وتخصصت فيه، ده شغل مكتبي.
ده قلعه صلاح الدين الايوبي، ودي اول حاجه في العرض المتحفي في المتحف الحربي. الاضاءه دي انت اللي عاملها؟ مظبوط، يعني المكتب يعني طبعاً. احنا جروب طبعا كبير في المكتب بنعمل الكلام ده. ده موجود دلوقتي عظيم. في قلعه صلاح الدين. انا حضرتك بدايه الشغل ده من ماده تاريخ العماره. انا كنت بسال من شويه الماكتات دي بتروح فين بعد كده؟ يعني انا ارشح ان هي اكيد تتحط في معرض، في متحف، في الكليه. دكتور منال في معرض بيتعمل كل سنه، الحاجات دي بتبقى موجوده فيه طبعاً. اسمه يوم العماره، بيتعرض فيه شغل الطلبه المتميزه. فالحمد لله السنه دي كان من الاسبوع اللي فات اتعمل حضر فيه الكلام ده كله. حقيقه التطوير بتاع الكلام ده دقيق. دي محطه عدلي منصور، وكان فيها كانت موجوده في الافتتاح بتاع الرئيس. وفي حاجات كتير حد بيطلب منك ان انت تعمل، سواء مثلا اللي احنا شفناه القلعه او محطه طبعا. بيبقى بالطلب ولا انت اللي بتبقى عايز تعمل الحاجه دي؟ بيبقى في حدث هيحصل يعني زي الافتتاح ده، فبيطلب من خلال شغل المكتب بقى بالظبط بشكل بروفيشنال. ده بره بيطلب من المكتب طبعا، بيبقى في كذا حد مرشح لما بترسى علينا احنا بنشتغل فيه. ايه يا عبد الرحمن اصعب مرحله في تنفيذ الماكيت بالنسبه لك كطالب في سنه اولى لسه؟ احنا في الاول خالص احنا في الاول خالص الدكتور طبعا بدانا ان احنا نعمل اشكال. احنا طبعا داخلين مش عارفين اي حاجه، فهو بدا واحده واحده، اعمل مربع، اعمل شكله خماسي، سداسي، ثماني، لحد ما وصلنا خلاص ان احنا عرفنا نشتغل كاد، طعنا ليزر. هي عمليه التجميع كانت صعبه شويه، جربنا مره واثنين وثلاثه طبعا، بس ان انت تلاقي للشغل اللي انت تعبت فيه وطلعته بالشكل ده، وان الناس كلها عاجباه الشغل ده ومش مصدقين ان احنا طلبه اولى عماره، ان احنا اللي عاملين، فده حاجه تبسطنا احنا يعني. بس فهو كمجمل ان انت تطلع الديتيلز نفسها صح. بس طب مره تانية لحضرتك يا دكتور، وفكره تدريس العماره بشكل عملي، ان حضرتك غيرتي منهج اصلا. اي حد درس عماره عارف ان تاريخ العماره دي احنا بتحفظ البلان وبتدخل ترسمه، وزي ما هو ماده الى حد ما طبعا فيها فهم وفيها جماليات بس اغلبها حفظ. الفكره جت لحضرتك ازاي؟ ان اي حاجه هنعملها بايدينا عمرنا ما هننساها، اي حاجه هنتعلمها بنفسنا عمرنا ما هننساها. التاريخ العمارة ممكن تتنسي، لكن لو أنا عملت المأذنة زي دي أو قعدت رفعت الجامع بالطريقة اللي هم رفعوا بيها الجامع دي ورسموها وأفردوا عملوها على الأوتوكاد وفردوها ودخلوا معمل الليزر وقطعوا وركبوها. بس ده من على أرض الواقع ممكن، لكن في تاريخ العمارة بندرس زي ما حضرتك قلتي كنائس في الخارج، بيبقى عندنا المعابد اليونانية والحاجات دي كلها. وحضرتك أنا كنت في الأول بدرس تاريخ العمارة وبعدين بقيت رئيس قسم، فلما بقيت رئيس قسم سعيت ان انا اطور في اللائحه واضيف مقرر اسمه هندسه المجسمات الفراغيه. بقت المودتين دول بيكملوا بعض، يبقى ياخدوا الهيستوري هنا ويطبقوا هنا علشان المادتين دول يكملوا بعض. فده التطوير بتاع اللائحه. هو طريقه رفع المقاسات برضو ازاي؟ يعني ممكن تقولوا لي عملتوا ايه عشان ترفعوا المقاسات؟ في ناس راحت المكان هناك وقعدت تقيس، بيبقى حاجه تقيس بيها او ليزر او كده، وبعد كده في ناس ما قدرتش ان هي تنزل فقعدنا ندور على النت. كل الشكر وشرفتونا طبعا، ويعني شغل الحقيقه يفرح بالنسبه لسنه اولى كمان، فان شاء الله عندنا دفعه هتكون متميزه جدا. كل الشكر طبعا المهندس محمد عبد الباري مشرف على مشروع مآذن المحروسه، دكتوره منال يحيى رئيسه القسم او رئيس القسم العماره بكليه الهندسه، فاطمه محمد طالبه بكليه الهندسه، عبد الرحمن حسام طالب بكليه الهندسه، شرفتونا وكل التوفيق.